أخوي عبد الله، مثل ما تفضلت كنا نحن محتاجين أن نفوز في المباراة، لكن تقنية الفيديو في النهاية أنصفت فريق الشارجة ولم تنصفنا نحن. أعتقد أن جميع المحللين وجميع الآراء تؤكد صحة هدف العين الثالث، لكن حكم الفيديو اللي هو اللي يعني للقرار الأخير هو الذي لم ينصف فريق العين، الذي اتخذ القرار روحه يعني من بد جميع الناس واللي مشاهدة المباراة من خلال التلفزة أو مثلا المحللين اللي متواجدين في تحليل المباراة هذه. أعتقد محمد عبد الله لم ينصفنا في هذا القرار. في عربة النقل عندك الاسم أنت بعد؟ عندي موجود في سكور شيت يعني معروف، لكن لو يرجع مليون مرة بيتأكد أن الهدف هدف. يعني كيف اتخذ القرار وهو حكم دولي وحكم يعني ما عليه غبار، لكن وين كان في اللحظة هذه محمد عبد الله؟ هل هو يشاهد مباراة ثانية؟ ما أعرف يعني. أتمنى من حكامنا التركيز، لأن أنا لما تكلمت مع الأخ عمار الجنيبي قال لي مطر، أنا بالنسبة لي يعني تقنية الفار ما فيها لاين عشان نعرف أنه أوفسايد ولا ما أوفسايد، لكنها واضحة في التلفزيون، واضحة وضوح الشمس، وما يحتاج أنها لاين ولا هم يحزنون. لكن مثل ما قلت لك، شخص اتخذ قرار ولم ينصف الأمة العيناوية. هو السبب في الجول هذا، هو السبب في إلغاء الهدف، لكن في النهاية أيضا نحن في سبب في خسارة المباراة. نحن خسرنا المباراة بأيدينا، لأن كنا لغاية الدقيقة 35 نحن مسيطرين على المباراة وواضعين فريق الشارجة في نص الملعب، لكن التغييرات اللي قام بها المدرب يعني أعتقد أنه استعجل في بعض من التغييرات، خاصة تغيير محمد عبد الرحمن وبرمان، أعتقد أنه استعجل فيهم. كنت أتمنى أنه ما يستعجل في التغييرات هذه، فحصل أن عودة لفريق الشارجة للتعادل، وأيضا عدم التمركز صحيح في الهدف الثالث اللي علينا. حرام يطلع هذا الجمهور هو خسران اليوم. والله أنا أعتذر لهم بأمانة، يعني يمكن يكون جمهورنا فرحان بالأداء القوي اللي أداه الفريق اليوم، لكن النتيجة صح ما ترضي وما ترضينا نحن، لأن شكل ما قلت لك المباراة سرقت منا. لكن نتمنى إن شاء الله سبب الحكم. أنا ما بتكلم عبد الله تعيد لي السبب الحكم السبب الحكم، لكن الشيء واضح أنت ما تقدر تتكلم حكم ولا غيره، لأن أنت اليوم لو سجلت الهدف الثالث بتكون مخلص المباراة.